احتجاجات عنيفة تمتد في مدن فرنسية بعد مقتل فتى. لقد ألقت بثقلها على قطاع السياحة، إنه يشهد إلغاء حجوزات وتعرض لأضرار بسبب الشغب. قطاع السياحة الفرنسي ساهم بنسبة 3% من الناتج المحلي في العام 2021. التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع أكبر هذا العام مع انتهاء وباء كورونا. جمعية أصحاب الفنادق والمطاعم الفرنسية تؤكد أن الفنادق تشهد موجة من إلغاء الحجوزات، هجمات ونهب وتخريب، شكاوى عدة تصل الجمعية من الفنادق والمطاعم. اتحاد متاجر التجزئة الفرنسي يشير إلى أن تكلفة هذه الحوادث باهظة للغاية. جمعية الفنادق والمطاعم المستقلة تجد أن مشاهد الاحتجاجات قضت على موسم السياحة الفرنسي حملة دعاية سلبية في أوج موسم السياحة، إنها تكلف عشرات الملايين من اليوروهات. الفرنسيون أنفسهم متخوفون من فشل دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل بسبب الاحتجاجات.